يواصل مطار أسوان الدولي في استقبال الوفود المشاركة في ملتقى الشباب العربي الإفريقي والمقام بمدينة أسوان خلال الفترة من 16 ل 18 مارس الجاري. وبيبدأ الملتقى بكرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بجلسة افتتاحية بعنوان منتدى شباب العالم آفاق جديدة. وبتهدف الجلسة لتسليط الضوء على تطور فكرة منتدى شباب العالم وتحوله لكيان ضخم دائم التطور وإبراز المبادرات والبرامج والنجاحات اللي حققها المنتدى وتوضيح الرؤية والخطة المستقبلية للمنتدى.